كائن أسطوري مرعب انتشرت قصصها عبر التراث العراقي، وكان في فترة من الفترات كابوس يهدد الناس اللي راسه يطخ بالسماء ورجليه بالقاع. الطنطل اختلفوا الناس بوصفه وقالوا انه هو يقدر ان يتحول ويتغير ويتخذ شكل اي شيء. يوصفوه انه عنده 10 ذيول او 10 ضفائر. حتى نعرف تفاصيل وقصص هذا الكائن الأسطوري المرعب، أنا أيمن الربيعي وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامج استكان شاي على منصة سامراء بلس. يقال أن الطنطل هي قبيلة من الجن، يعني مو كائن واحد، إنما مجموعة من الجن بيهم اللي أذي البشر إذا صادفه، وممكن أن يسوي له تشوهات أو يصيبه بالجنون، وبيهم اللي كون علاقات ويا البشر وصداقات. لكن الغريب أنه أكو ناس حكت عن قصص جمعتهم بالطنطل وأقسموا أنهم شافوه وحكوا وياه. قال أنت شوفه فولا قلبك يطب، يبدأ يطب بس بالنادى مخاف منه، لا من حية ولا من ضبع ولا من خنزير، هذا مر بيد الله. قال عافية عافية. انقرض بشر مثله والعين هاكرد. يجبط طول. ويسولف علي مثل الطول. يسولف علي الطويلة والقصيرة. يسولف الحج هنا عن قصة جمعتها بالطنطل ويسرد قصته ويقول: كنت قاعد أنا وصاحبي تحديداً بالليل، وفجأة سمعت صوت يصيح باسمي من برا. هنا سألني صاحبي وقال: اللي دا يصيحك تعرف هذا منه؟ قلت له لا. قال: الدنيا ليل والوضع مو مال تطلع وتشوف منه هو، اللي ريدك يقدر يجي ويدق بابك. هنا أني سمعت كلام صاحبي وفعلا بقيت وما طلعت، ورجعنا كملنا حكي. وإذ مرة ثانية يتكرر: أبو فلان أبو فلان. هنا أنا صار عندي صراحة فضول أنه أطلع وأشوف منه هذا اللي يصيحني، لكن صاحبي أصر وقال: لا تطلع ما دام ما تعرفه، اللي يريدك يجيك للبيت. أنا هنا صراحة سمعت كلام صاحبي وصدق لعب قلبي وما طلعت. يقول ثاني يوم الشخص اللي إجا وصاح علي راح البيت جيراننا السيد عباس وقال له: أنا الطنطل وأريد أن تعرفني على فلان، وطلب منه أن يقول له أنه الطنطل يريد يشوفني. فعلا أجاني هنا السيد عباس وقال لي: الطنطل أجاني وقال أريد أشوفك، فروح وخلي شوفك وشوف شنو اللي يريد منك. صيغة الكلام مع السيد عباس كانت أشبه بأمر. أنا همين رحت للمزرعة مالتي وتفاجأت أنه شفت الطنطل قدامي وتحول مباشرة إلى حصان وقام يصهل بصوت كلش عالي، وراها تحول إلى خروف وقام هم يصيح بصوت عالي، وراها تحول الخنزير وقام يتحول إلى أكثر من حيوان، وراها قال لي: خفت شي؟ هنا أنا قلت له: لا، أنا ما أخاف من الحيوانات، أنا اللي أخاف منه أنه أمشي وراء إنسان أو أمشي قدامه، لأن بالحالتين ممكن أن يغدر بي. اللي أخاف منه أكثر شي هو غدر البشر. قال لي: أنا عايش بمزرعتك واللي أريده صراحة أنه أصير صديقك وما راح أذيك. دار بيناتنا نقاش وحديث عن بعض الأمور، من ضمنها حكالي قصة السطو اللي صارت على بيتي قبل أيام، وقال لي: اللي سطع على بيتك هو فلان فلان. وراها طلبت منه أن يساعدني بموضوع المي، كون أنه جاري اللي عنده مزرعة قريبة مني قطع مجرى المي عن مزرعتي. هنا قال: أنا راح أساعدك بهذا الموضوع، وخلى المي يرجع لمزرعتي. وراها صارت الدنيا ليل وأنا ردت صراحة أن أرجع للبيت. قال لي: ليش ترجع؟ أبقى نايم هنا. قلت له: الزرع هواي وممكن يطلع لي حيوان وأنا أخاف يصيبني أذى. قال لي: أني أقدر أن أحميك من كل شيء إلا من أمر الله. فعلا هنا يقول نمت وارتحت، وهو كان ده يحرسني طول الفترة اللي أني نايم بيها. قلت له: شاء الله هنا هذا نخر طين بيضباع وبيقاط وبيكل شيء لا يأكلني. قال: بس الله ما من عمك، الله ما أقدر أمنع، بس الضربة عطرته القطة ضي عطرته فالجماعة. يقال أن موضوع الطنطل موجود من وقت الحضارة السومرية، وضربت الأحداث على هذه الأسطورة أنه هي أسطورة حقيقية أم مجرد ضرب من الخيال. ويقال أنه قصة الطنطل هي امتداد لأحد المماليك الثلاثة اللي الله سبحانه وتعالى غضب عليهم وأهلكهم بالزلزال والطوفان، والأهوار اللي بقت هي آثار لهذه المماليك اللي غمرتها المي.
والطنطل هو أحد الجن اللي سخر لحماية آثار هذه المدينة اللي مليانة بالكنوز. كابوس الطنطل اللي عاش ويا الناس فترة طويلة كلش، وتناقلت أخباره أجيال بعد أجيال بعد أجيال. وعلى الرغم من الوصف الأسطوري إله والمخيف جدا، لكن أكو أمور معينة انتشرت بالثقافات إنه يخاف منها، مثل الإبرة أو الحديد. يعني طنطل وراسه بالسماء ورجليه بالقاع ويخاف من الإبرة. ذكر الدكتور علي الوردي في أحد كتبه قصة الطنطل، وذكر أن الموضوع هو موضوع سياسي. قصة اختلقها البريطانيين بالفترة اللي كانوا محتلين بها العراق بعد ما لقوا الزئبق الأحمر بالأهوار، فرادوا أن يخترعون فت قصة حتى يخلون الناس تخاف وما تجي بعد للأهوار، فنشروا فكرة الطنطل أو قصة الطنطل. ومن ضمن القصص اللي انتشرت واللي أيدت تقريبا رؤية الدكتور علي الوردي، قال البعض انه هذه القصة اخترعها البريطانيين فعلا لان كان عندهم اعمال بحث وتنقيب في منطقة الاهوار، وهنا اخترعوا قصة اسموها بصاحب التين تيلز. تين تيلز تعني صاحب العشر فيول. وتناقلوا الناس قصة هذا الكائن الأسطوري اللي حكوا عنه البريطانيين واللي سموه بالتين تيلز، ومع تكرار اسمه بين الناس قامت الناس تسميه بالطنطل. بقى الموضوع قصص ناقلوها ناس عبر ناس وأجيال عبر أجيال، وبقى اللي صدق بيها فعلا واللي عنده استعداد لحد هسه انه يحلف انه شافه والتقى به، وبقى اللي عنده استعداد ان يحلف ويقول هذا الموضوع هو موضوع أسطوري وما إلى أي حقيقة. ولهنا جايكم خلص، شاركونا شنو أغرب القصص اللي سامعيها عنا. أنا أيمن الربيعي وهذا استكان شاي، نشوفكم إن شاء الله بحلقة جاية. في مالله.